طبعا الحمد لله على السلامة بعد المهمة الشاقة. طبعا يا دعاوة يا طير، انت ما بتفهم الحاجة، ده مزروع بيناتكم، يعني بيجيب المعلومات بتاعتكم كلها، الزيت الحاصل كله، والله دفع الناس قاعدين وين كان لقيتهم، ومهمة كانت وين بالظبط. دايت سبحان الله يا دفع، احنا عقولة ايش الدايت يا اخي، ما مستواها فعلا فعلا المهام المهام. طبعا اللغة دي ما بتعرفوها يا طير يا بيا، انتو اللغة بتاع الإشارة دي أعطيتك بسبع بنبع من سبع. أي إن شاء الله منتظرين يا جيش. أي يعني كان أسير ولقى المعاملة السمحة وأعلن انضمامه لنا، يعني إن شاء الله هسه هو مقاتل في الصفوف الإمامية، بقى من شرذمة المقاتلين. ادونا فرصة انه يروح يشوف حياته الدائرة، لكن لا قال عايز انضم لنا في الجيش، انضم ان شاء الله. بقى اسع كل الاخبار وكل ان شاء الله. هيا انا وشفت البطل ده، كنت في كتفك والله يا جامل، كنت في كتفك جاي من الدايات، من هي جاي معلومه وجا ما شاء الله يا ولدك ولدك. قال يا اخي في طفلين ولدهم، لكن ما اعرف دير مين ده، واحد منهم امه ومنه، لكن ما يكون في بالي يا رب، يكون ده في بالي معليش معليش يا دفع، لكن نحن سيد الغايب قال بنحفر بابره، عشان كذا شنو انت ذاته يا دوب انت انضمت لينا، المفروض تصبر حبه، ده حاجه من عندنا نحن القوات المسلحه عندنا الصبر. يعني طبعا ده ما كان عندهم له ناس اللي انت كنت معهم، انا متاكد الصبر والمثابره والكلام ده، لكن السيد الغايب قال نحن بنحفر بالابره عشان كذا اصبر.